أنا الأخ حسين أحمد محمد صالح، ساكن في العقار اللي تم فيه الحريق بسبب الله أعلم بسبب إيه، هل الغاز ولا كان في ماس كهربائي حاجة زي كده الله أعلم، ودخلت النار من الشقة دي للشقة اللي عليا، وأنا طبعا ما عملتش لا نار ولا عملت حاجة، يعني قدر ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا راضيين بقدر الله سبحانه وتعالى، بس واجب على الحكومة إنها تتحرك وتشوف الناس ديت وتشوف لكل واحد مكان يقوى فيه. طبعا الشقة دي مهمة جدا، في كل واحد عايز شقة عشان يقعد فيها ويلم حاجته. أنا قاعد عند ابني. نايمين هنا بالليل الساعة 3:30 الفجر، سمعنا صويت اللي هي مرات المتوفي اسمها أم سعيد، طلعنا لها طلعناها من الشباك المنور ونطت، بعد كده لقينا البيت كله والع بسبب الغاز. صاحب الشقة اللي هو أبو المتوفيين كان عامل 3 محاضر بسبب الغاز، إن في تسريب غاز ومجهولوش. بصينا مرة واحدة لقينا البيت كله والع من جوه من المنور من الشقة، طبعا معرفناش ننقذهم. بعد ما الحريقة اطفت دخلنا جوه لقينا الطفل سايح، الطفلة سايحة وصاحب الشقة سايح، طبعا المنظر يعني ما اقولكيش. والبيت بقى يعني الناس كلها اترمت في الشارع ومش عارفين عيالي. ساكن هنا من 74. اللي حدث ان رغم لا خليه رغم الحادث الأليم اللي حصل الوفيات، حصل تواصل بين أهل البيت واللجان، قال لنا على القرار قبل اللجنة ما تيجي إنهم هيهدوا البيت إلى الأرض وهاتوا جوابات تاخدوا بيها مسافة. الجوابات دي بتوع الحي بيقولوا مفيش أي مساكن، رغم إن إحنا نعرف إن في مساكن في بدر للسيسي ومساكن في بدر للأوقاف وفي مساكن لجمعية، ومحمد صبحي عمل مساكن للدويقة في المقط في 300، بتوع الدويقة ما راحوش استلموا، يعني في مساكن. ورا 6 أكتوبر في حتة اسمها الواحات فيها مساكن، بتوع الحي يقول لا مفيش مساكن، هتروح الإسمارات على اللي واخدينهم تسكنوا عليهم. فبنعمل إيه؟ مش هقول لك هنقعد في الشارع ولا في الشارع، لكن أروح عند ابني وبنتي يشيلوني قد إيه؟ يستحملونا إزاي؟ نعمل إيه؟ نمشي ازاي؟ الحمد لله ما ينفعش. الحمد لله ساخن في الدور الارضي هنا، ساخن في الدور الارضي هنا اهو، فالميه بترش عليها كتير من البيت، يعني في ميه بترش عليها من فوق وتحت الارض، في ميه برضو انت جاي له ازاي حضرتك من طرف تاني؟ وفي ميه جامده قوي، في ميه جامده قوي بتطلع من البيت من تحت على عليا على الشقه. انت برضه فضيت الشقه بتاعتك قاعد فيها؟ انا مش لاقي مكان اقعد فيه اساسا، انا مش لاقي مكان اقعد، انا والعيال، انا معايا 7 عيال وامهم ومش لاقي مكان اقعد فيه.